أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف. السلام عليكم جميعا متابعي القناة، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم ومن خلال هذا الفيديو سأروي لكم الحكاية الكاملة لفيلم الرعب التونسي دشرة، وهو فيلم مستوحى من قصة واقعية مرعبة وقعت في تونس. وقبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة إن لم تكن مشترك. ودعونا نبدأ. أولا في جملتين دعونا نتعرف عن الفيلم. فيلم دشرة هو فيلم رعب تونسي من تأليف وإخراج عبد الحميد بوشناغ، وهو أول فيلم رعب تونسي. وقع إنتاجه سنة 2018، والفيلم كما سبقت الإشارة مستوحى من حكاية مرعبة حقيقية وقعت قبل ما يزيد عن 20 سنة في تونس، وعلى ما يبدو أنها وقعت في ولاية جندوبة وبالتحديد في غابات عين دراهم. الآن وبعد أن تعرفنا على الفيلم بصفة عامة، دعونا نبدأ في سرد قصة الفيلم المرعبة. تبدأ حكاية الفيلم في يوم من الأيام، حيث كان هناك 3 طلبة يدرسون في معهد الصحافة بتونس العاصمة، وهم ياسمين وبلال ووليد. هؤلاء الطلبة 3 كانوا في سنة التخرج بالجامعة، وطلب الأستاذ من جميع الطلبة أن يقسموا أنفسهم إلى مجموعات، وأن تختار كل مجموعة موضوع محير أو غامض، لكي يقوموا ببحث وتحقيق مصور حوله. عموما بعد ذلك اجتمع الطلبة 3 ياسمين وبلال ووليد في مكتبة الجامعة، وصاروا يتناقشون ويتساءلون عن الموضوع الذي سيختارونه. وبعد نقاش طويل اقترح وليد موضوع أثار الانتباه، وركزوا جيدا في اختيار وليد. لماذا هذا الاقتراح جاء بالتحديد من وليد؟ في النهاية ستكتشفون ذلك. قال وليد أنه هناك موضوع غامض سمع عنه منذ يومين، وهو يتمثل في وجود امرأة تدعى منجية موجودة في مستشفى المجانين، وهذه المرأة حكايتها غامضة وقعت قبل 20 سنة، وبالفعل كتبت عنها الصحافة والجرائد في تونس. يقال بأن هذه المرأة وجدوها في يوم من الأيام في الطريق القريبة من غابات عين دراهم. كانت عارية تماما لا ترتدي الملابس، وكانت مذبوحة بواسطة سكين من رقبتها، وكانت مقيدة بسلاسل من يديها وقدميها الاثنين. كانت في حالة يرثى لها، ولم تكن قادرة على التكلم أبدا. ومنذ ذلك اليوم تم وضعها في مستشفى المجانين، لأنها كانت تتصرف بغرابة وأحيانا تهاجم الناس. بعد أن أنهى وليد حديثه عن هذه المرأة التي تدعى منجية وعن حكايتها المرعبة التي وقعت قبل 20 عام، شدت الحكاية انتباه ياسمين وبلال، ووافقوا على أن يقوموا بعمل تحقيق مصور عن لغز هذه الجريمة الغامضة التي وقعت لمنجية. زد على ذلك فأن وليد أخبرهم أنه بإمكانه السعي مع العاملين في مستشفى المجانين من أجل الحصول على ترخيص لعمل مقابلة مع منجية وتصويرها، ومحاولة أخذ تصريحات منها عما وقع لها قبل 20 عاما. وفي اليوم الموالي اجتمع الطلبة 3 ياسمين وبلال ووليد، واتجهوا إلى مستشفى المجانين. ولكن الغريب أن مدير المستشفى نفى لهم نفيا قاطعا وجود امرأة تدعى منجية داخل المستشفى، وطلب منهم جميعا مغادرة المكان، وأنه لا يؤمن بمثل هذه الخرافات. ولكن بمساعدة من إحدى العاملات بالمستشفى تمكن الطلبة 3 من العودة في الليل إلى المستشفى، وأخيرا تمكنوا من الوصول إلى الغرفة التي توجد بها منجية، تلك المرأة اللغز التي أثارت الرعب في قلوب التونسيين قبل 20 عاما. تفاجأ الطلبة 3 عند رؤيتهم لمنجية لأول مرة. لقد كانت هيئتها مخيفة ومرعبة، وكان يبدو عليها الجنون، وكانت ذات طباع حادة، ورفضت الحديث معهم ولم تنطق بكلمة واحدة. وكانت ياسمين تحاول التقرب من منجية وتطلب منها أن تروي كامل ما وقع لها قبل 20 سنة. لماذا وقع العثور عليها عارية ومذبوحة على حافة الطريق؟ من الذي فعل فيها ذلك؟ ولكن منجية كانت ساكتة ولم تتكلم أبدا. وحاولت ياسمين أن تقترب من منجية، وأعطتها خريطة للبلاد التونسية، وقالت لها: يا منجية، رجاء أخبريني على الأقل أين وقع الاعتداء عليك بالضبط؟ أين وقع العثور عليك في تلك الليلة قبل 20 عاما؟ ولكن فجأة هاجمت منجية ياسمين وتسببت لها في جراح في يديها، وهو ما ألقى الرعب في قلوب الطلبة 3 الذين فروا هاربين من المستشفى وهم مرعوبين. عادت ياسمين وصديقيها بلال ووليد إلى المنزل، وللإشارة فإن ياسمين تعيش مع جدها فقط. فقد أخبرته بأن سبب الجراح في يديها بسبب هجمة أحد القطط. عموما بعدها ولما كان وليد وبلال ينوون مغادرة المنزل،
اقترب وليد من ياسمين ومد لها الخريطة، وكانت توجد عليها علامة، ووفقا لما قاله وليد فإن منجية هي التي وضعت تلك العلامة على الخريطة. وفي تلك الليلة اتصلت ياسمين ببلال ووليد وأخبرتهم أنه في يوم الغد سيتجهون إلى المكان الذي تشير إليه العلامة على الخريطة. وبالفعل في صباح اليوم الموالي ركب الطلبة الثلاث ياسمين وبلال ووليد في السيارة واتجهوا إلى المكان الذي تدل عليه العلامة الموجودة في الخريطة. بعد قطعهم لمسافة طويلة وبعيدة جدا وجدوا أنفسهم على حافة طريق يقع بالقرب من غابات عين دراهم الشاسعة، ولكنهم لم يجدوا أي بنايات أو منازل قد تشير إلى وجود سكان في المكان، فقد كانت الغابات الكثيفة تحيط بهم من كل مكان. وفجأة نادى وليد بأعلى صوته وقال أعتقد أقرب مكان يعيش فيه السكان يقع من هذا الطريق. وفعلا اتجهت ياسمين وبلال مع وليد ودخلوا إلى أعماق الغابة وتركوا السيارة على حافة الطريق، ولكن الطلبة الثلاثة بعد قطعهم لمسافة طويلة داخل الغابة لم يجدوا أي شيء. ولكن فجأة شاهد الطلبة الثلاثة أمرا ألقى الرعب في قلوبهم جميعا، لقد شاهدوا طفلة صغيرة واقفة بين الأشجار، ولكن ما أن اكتشفت تلك الطفلة وجود الطلبة الثلاث حتى لاذت بالفرار، ولكن الطلبة الثلاث صاروا يجرون ويلاحقون تلك الطفلة الصغيرة. وبعد قطعهم لمسافة طويلة وجدوا أنفسهم واقفين أمام دشر أي قرية صغيرة نائية وسط الغابة. كانت هذه القرية مثيرة للغرابة، جميع النساء يرتدين اللون الأسود وكانوا لا يتكلمون أبدا، وكان في هذه الدشرة عدد كبير من حيوانات الماعز لونها كامل أسود. في بداية الأمر لم يهتموا كثيرا، وفجأة جاء للطلبة الثلاث رجل كبير في السن تقريبا عمره 45 عاما، وكان يبدو رجل طيب جدا، ورحب ترحيبا كبيرا بياسمين وصديقيها بلال ووليد، وكان يتصرف ككل سكان القرى المعروفين بالكرم والخير وحسن الاستقبال. قالت ياسمين لذلك الرجل بأنها جاءت إلى هنا مع صديقيها من أجل القيام بتحقيق حول قضية امرأة تدعى منجية، ولكن الرجل أبدأ استغرابه من كلام ياسمين ولم يكترث كثيرا لما قالته له، وقال لها المهم أنتم الآن ضيوف عندنا ومن واجبنا أن نقوم بإكرامكم واستقبالكم أحسن استقبال. وأصر ذلك الرجل على أن يبقى الطلبة الثلاث لتناول وجبة العشاء، ومن ثم سوف يعيدهم إلى الطريق أين تركوا سيارتهم. وبعد إصرار كبير من ذلك الرجل وافقت ياسمين وصديقيها بلال ووليد على طلب ذلك الرجل، وقرروا البقاء لتناول العشاء في الدشرة ومن ثم سيغادرون المكان. ولما جاء وقت العشاء اجتمع الطلبة الثلاث مع ذلك الرجل وعدد من النساء على طاولة الطعام، ولكن الأمر الغريب أن الطاولة كانت مليانة باللحوم، كان اللحم كثير جدا، ولكن تصرفات الرجل والنساء كانت غريبة ومريبة، لقد كانوا يأكلون اللحم بنهم كبير وبلهفة غير طبيعية. كانت اللحوم تبدو مقززة ورائحتها غير عادية. في البداية امتنع الطلبة الثلاث عن أكل ذلك اللحم، ولكن إثر ذلك تذوق وليد القليل من اللحم وأخبر صديقيه بأنه لحم شهي ولذيذ، فتناولت ياسمين وبلال القليل أيضا من ذلك اللحم، ولكنهم كانوا يشعرون بأن طعمه غريب، وهو ما دفع الطلبة إلى التظاهر بكونهم يأكلون. المهم بعد الانتهاء من تناول وجبة العشاء طلبت ياسمين وصديقيها من ذلك الرجل أن يوصلهم إلى المكان الذي تركوا فيه سيارتهم لكي يغادروا المكان ويعودوا إلى منازلهم في تونس العاصمة، فالوقت صار متأخر، ولكن ذلك الرجل أصر بشدة أن يبات الطلبة الثلاث في الدشرة، وفي صباح اليوم الموالي سوف يغادرون المكان، فالوقت الآن هو الليل والظلام يعم في الأرجاء. لكن ياسمين رفضت أن تبات في الدشرة وأصرت على العودة إلى الديار، ولكن هناك معلومة هامة، ياسمين قامت بعملية على عينيها منذ سنوات وهي لا ترى جيدا في الليل، ركزوا جيدا في هذه المعلومة، ستعرفون إثر ذلك لماذا. وأما بلال فهو لا يعرف القيادة، وأما وليد فقد قال بأنه نسي نظاراته في المنزل، وأنه هو الآخر أيضا لا يمكنه الرؤية جيدا في الليل، وهو ما جعل تقريبا من الطلبة الثلاث غير قادرين على قيادة السيارة في الليل. وهكذا وجد الطلبة الثلاث أنفسهم مجبورين على أن يباتوا في الدشرة هذه الليلة، ولكن تلك الليلة كانت أشبه بالكابوس،
خاصة على ياسمين، فهذه الفتاة تعاني مما يشبه الهلوسة، ودائما ما ترى أشباح في المنام، وخاصة كان هناك شبح امرأة سوداء دائما ما يظهر إليها في الليل، وكانت كل ليلة تقريبا تفيق من النوم وهي تصرخ بأعلى صوتها، وهو ما دفع بجدها إلى أن يأخذها أكثر من مرة إلى العرافين والمشائخ، ولكن دون فائدة، لم يجدوا علاجا لها. عموما تلك الليلة كانت مرعبة جدا على ياسمين وصديقيها، فقد كانوا يشاهدون كوابيس مرعبة جدا، خاصة ياسمين عانت كثيرا في تلك الليلة. وأخيرا مرت تلك الليلة التي كانت شاقة على الطلبة الثلاث، وأخيرا سيتمكن الطلبة الثلاث من مغادرة هذا المكان والعودة إلى ديارهم، ولكنهم انصدموا جميعا لما جاءهم الرجل وأخبرهم أنه لما ذهب في الصباح الباكر لتفقد سيارتهم المركونة على حافة الطريق وجد أن السيارة تعرضت للسرقة. أخبرهم أنه هناك من قام بسرقة عجلات أو إطارات السيارة، وهنا صدم الطلبة الثلاث وأحسوا بأنهم أصبحوا محبوسين في هذه الضشرة الغريبة. دخل الطلبة الثلاث في حالة من الهلع، وتصاعدت الأجواء المشحونة بينهم، وصاروا يلقون بالذنب واللوم على بعضهم البعض، ولكن ذلك الرجل أخبرهم أن يطمئنوا بأنه سيذهب للبحث عمن سرق إطارات أو عجلات السيارة. وفي الأثناء وفي الضشرة صارت الأحداث تتسارع، خاصة لما ذهبت ياسمين تتجول بين أكواخ الدشرة الغريبة. وجدت ياسمين فتاة شابة ترعى الماعز، حاولت ياسمين أن تتقرب منها وتفتح معها الحديث، ولكن تلك الفتاة الشابة كانت ساكتة ولم تنطق بكلمة. ولما أصرت ياسمين بشدة على تلك الفتاة أن تكلمها، اقتربت منها وقالت لها كلمتين فقط. ألقت كلمات تلك الفتاة الرعب في قلب ياسمين. قالت تلك الفتاة لياسمين بلغتنا العامية: بري روحي فيسع، بمعنى عليك أن تغادري هذا المكان بسرعة. وأيضا مدت تلك الفتاة الشابة يديها ووضعت كتاب صغير في جيب ياسمين. إثر ذلك اتجهت ياسمين إلى الكوخ الصغير وبدأت تقرأ ما هو موجود في ذلك الكتاب الذي أعطته لها الفتاة الشابة. وفي هذه اللحظة شعرت ياسمين برعب لم تشهد له مثيل، ارتعبت رعبا كبيرا وهي تقرأ ما هو موجود في ذلك الكتاب. تبين بأن هذا الكتاب يعود لامرأة جاءت قبل 20 سنة لهذه الدشرة، جاءت في مهمة للبحث والتحقيق عما يعتقد بأن في هذه القرية أو الدشرة تمارس طقوس مرعبة، هي طقوس السحر الأسود واستخراج الكنوز. وقالت تلك المرأة في الكتاب أنها كانت شاهدة على عمليات قتل أطفال صغار، يعتقد بأن دماءهم تستعمل لاستخراج الكنوز، وأنها شاهدت عمليات ذبح لأطفال صغار. وأيضا قالت هذه المرأة في الكتاب بأنها في أحد الأيام شاهدت رضيعة صغيرة جيء بها إلى هذه الدشرة لكي يستخرجون الكنوز بواسطة دمائها، فقد كانت هناك علامة في عينيها، وأيضا كانت هناك علامة هلال في يديها، وهي من العلامات المميزة التي يبحث عنها السحرة في أجساد الأطفال. وأنها حاولت إنقاذ تلك الرضيعة فقامت بسرقتها في غفلة من سكان الدشرة، وأسرعت بها إلى الطريق المحاذية إلى الدشرة، وأعطتها إلى رجل يسكن في العاصمة، وطلبت منه أن يقوم بتربيتها. وهنا ارتعبت ياسمين رعبا كبيرا، وبسرعة نظرت إلى يديها فوجدت هناك علامة هلال، وأيضا ياسمين كانت تعاني من نقطة سوداء في عينيها، وهو ما دفعها للقيام بعملية جراحية على عينيها منذ سنوات كما أخبرتكم سابقا. يا لها من صدمة مرعبة. ولكن الأمر المرعب أن كاتبة الكتاب هي منجية التي وقع العثور عليها قبل 20 عاما عارية ومذبوحة، لقد تركت الكتاب خلفها، فرجال الدشرة عرفوا بأن منجية هي التي قامت بإنقاذ تلك الرضيعة وتهريبها من الدشرة، فأمسكوا بها وجردوها من ملابسها وقيدوها بالسلاسل وحاولوا القيام بذبحها، ولكن تمكنت منجية من الفرار ونجت بأعجوبة، فرت إلى الطريق المحاذي للدشرة، وهناك وقع العثور عليها قبل 20 عام وأخذها إلى المستشفى. يا لها من قصة وصدفة غريبة ومرعبة.
ولكن الأمر الأغرب أن ياسمين الرضيعة التي وقع إنقاذها من الدشرة قبل 20 عاما هي الآن تتواجد في نفس الدشرة المرعبة. وهنا عرفت ياسمين بأن حياتها في خطر وحاولت الفرار من الدشرة رفقة صديقيها بلال ووليد. وبينما كانت ياسمين وبلال ووليد يستعدون للفرار من الدشرة في الأثناء وفي العاصمة، كان جد ياسمين يشعر بالقلق بسبب اختفائها. ليس من عادتها الغياب عن المنزل، فهو الذي رباها منذ أن كانت صغيرة ويعرف حكايتها الكاملة، ولكنه لم يخبرها بشيء خوفا عليها. دخل جد ياسمين إلى غرفتها وكان يحاول الاتصال بها، ولكن لم تكن هناك إشارة في الدشرة، يعني لم يكن هناك ريزو في الدشرة بلغتنا العامية. فشعر الجد بقلق كبير، وفجأة صار يقلب في أوراقها وكتبها الموجودة في غرفتها، فعثر على أوراق من جرائد تتحدث عن واقعة منجية، المرأة التي وقع العثور عليها قبل 20 عاما. كانت موجودة على طاولة ياسمين، فعرف الجد بأن ياسمين ذهبت للبحث في الدشرة عن موضوع منجية. فأسرع الجد وركب في السيارة واتجه نحو الدشرة محاولا الوصول إلى ياسمين وإنقاذها قبل أن يلحقها الضرر. وفي الأثناء دعونا نعود إلى الدشرة، فالأجواء صارت مرعبة. ياسمين في حالة من الذعر والرعب الكبيران، كانت تحاول الهروب من الدشرة مع بلال، ولكن أين هو صديقهم وليد؟ لقد اختفى فجأة. وبينما كانت ياسمين تحاول إقناع بلال بالهروب فورا، فجأة تعرض بلال للطعن بسكين كبيرة وصارت الدماء تسيل منه بشدة. لقد طعنته إحدى الفتيات الموجودات بالدشرة. لقد عرف سكان الدشرة بأن كل شيء انكشف، عرفوا بأن الطلبة الثلاث يحاولون الهروب، فقامت إحدى الفتيات بطعن بلال بواسطة سكين. ارتعبت ياسمين كثيرا وكانت تشعر برعب يفوق الخيال، فهي ترى بلال مطعون وملقى على الأرض والدماء تسيل منه بكثافة. وجاءت النسوة الموجودات في الدشرة وهم يرتدون ملابس سوداء، وكانوا يقومون بطعن جثة بلال الملقاة على الأرض. كانوا يقومون بغرس السكاكين في ظهره، وبلال تسيل الدماء منه بكثافة كبيرة. وأما ياسمين فكانت متسمرة في مكانها عاجزة عن الحركة، وفجأة دوى في المكان صوت عال يقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وهنا فرت النسوة بسرعة بعد سماعهم للقرآن. إنه جد ياسمين وصل أخيرا للدشرة وصار يقرأ القرآن، وهو ما جعل من جميع النسوة الموجودات في الدشرة يدخلن في حالة من الذعر والرعب بعد سماعهم لآيات القرآن. وبسرعة أمسك الجد بيد ياسمين وقال لها: هيا نهرب من هذا المكان. وصارت ياسمين وجدها يجرون بسرعة داخل الغابة محاولين الفرار. بينما كانوا يجرون بين الأشجار داخل الغابة سمعوا صراخ، فالتفتوا فشاهدوا وليد ملقى على الأرض وهو يطلب النجدة. وهنا طلب الجد من ياسمين الفرار، قال لها: أكملي الجري في هذا الطريق، ستجدين العرب على حافة الطريق، وأما أنا سأحاول إنقاذ وليد واللحاق بك. ولكن ما أن خطت ياسمين خطوتين تقريبا حتى سمعت صراخ جدها، التفتت لترى وليد يمسك بسكين ويقوم بطعن جدها المسكين. يا لها من صدمة مرعبة. نعم، وليد هو من سكان الدشرة، وليد هو الذي دبر كامل الخطة للمجيء بياسمين إلى الدشرة، وهو كما تتذكرون هو من اقترح فكرة البحث عن منجية في بداية الفيلم، وهو من جاء بالخريطة عليها العلامة كما تتذكرون. وليد كان يخطط منذ البداية إلى كل هذا، وأوقع بياسمين وبلال في هذا الفخ. وليد هو من سكان الدشرة وخطط لكل هذا لكي تأتي ياسمين إلى الدشرة ولكي يقع ذبحها واستعمال دمائها في استخراج الكنوز. إنه فعلا لأمر مرعب. وهنا يأتي المشهد الأخير من الفيلم. قام وليد بقتل جد ياسمين ونهض وفي يديه السكين وصار يسير بخطى ثابتة في اتجاه ياسمين. ياسمين المسكينة التي كانت مذعورة ومرعوبة لم تكن قادرة حتى على الحركة. وقام وليد بربط ياسمين واقتيادها إلى الدشرة، أين وقع تقييدها، وكان هناك رجال مجتمعين من حولها وفي أيديهم سكاكين، كانوا يستعدون لذبح ياسمين المسكينة. وهنا ينتهي الفيلم. فعلا إنه لواحد من أكثر أفلام الرعب إثارة في تونس، وخاصة أن أحداثه مستوحاة من قصة واقعية.
في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.